اجتمعت الأشياء اللذيذة والمقرمشة كلها في صينية واحدة، لازم تسوونها. أول شيء راح نجيب دجاج جاهز نقلي بالزيت، وبعد ما يبرد راح نقطعه شرايح. أما البطاطس فراح نقلي بالقلاية الهوائية من هوملك، والصوص راح نخلط منه مقادير متساوية من البفلو والتتبيلة الفرنسية والرانج ونوزع على الدجاج. الحين وقت نجمع الأشياء اللذيذة، البطاطس، شرائح الخس، البصل والدجاج المتبل، وطبعاً لا ننسى صوص الجبن على النار، كريمة جبن شيدر ورشة من بودرة الثوم والبابريكا. وأخيراً نوزع على الصينية مع قرمشة أعواد البطاطس الحارة والهلبينو. يعني ما أدري شو أقول لكم فيها، لذاذة في لذاذة، بتستمتعون فيها مرة وبالعافية.